مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد عبد الله قصاوني. بداية مساعد مساك. الله يسعد هالمساء كلك. في البداية أستاذ عبد الله، طبعا حضرتك صاحب مصنع ومحطة أكل تكنولوجيا المياه وبالتحديد في إربد. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. عبد الله قصاوني من إربد، من إيدون تحديدا، صاحب محطة مياه الأيكة الموجودة في إربد. أهلا وسهلا فيكم جميعا. تحكي لي شوي أكثر عن بداياتك، أنت كيف أجتك فكرة هذا المشروع؟ كيف اتجهت أنك تفتح مصنع ومحطة مياه؟ بداية كنت شغال بكذا محطة مياه بإربد بالبلد، والمنطقة عندنا هون ما فيها محطات مياه كثيرة، مش متميز المحطات اللي فيها. حبيت أخدم منطقتي، المنطقة اللي أنا ساكن فيها، اللي عايش فيها. نعم بالتوفيق. بس إيش هي أهم الخدمات اللي أنتوا عم بتقدموها هون عندكم بأكل؟ إحنا موجود حاليا عندنا مصنع لكاسات القوارير الجناني، يعني بشكل عام كل شيء بخص المياه. بس شو بيميزكم عن المصانع الثانية؟ اللي بيميزنا أهم أول شيء، أهم شيء يعني عندنا نظافة المحل. ثانيا فلاتر المياه اللي عندنا أسبوعي لازم تتغير، تعقيم، النظافة، كل شيء بيطلع من عندنا من المحل لازم يكون نظيف. أهم شيء يعني بشكل عام النظافة. نعم. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ ان شاء الله نرجع نطور المحل كمان وكمان، نفتح محل ثاني اذا ربنا يسر الامور معنا. كانت الامور تمام، الله وفقنا فيها، ونخدم الشباب اللي كمان قاعدين ان شاء الله. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ اول شيء بتشرف برؤية جلالة سيدنا، وثاني شيء يعني انا بتمنى لو يدعم الشباب كمان، من الشباب كثير يعني اللي عاطلة عن العمل نسبة كثير كبيرة، يعني بتمنى دعمه لهم. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بوجه رسالة شكر للوالد الله يرحمه، رحمة الله عليه. تعيشي. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع أكيد؟ تحكي لي أكثر عن موقعكم بإربد، وأصلاً الناس كيف بيقدروا يطلبوا من عندكم أو يتواصلوا معكم؟ إحنا موجودين بإيدون جنوب مخابز قاسيون، وفي كرت للمحل موجود. شكراً لك. عفواً. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر السيد عبد الله قصاوني على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجدداً. نورت شاشتنا. يا أمين. وشكراً لك.